my slogan. Once you generate a local hero from Amman FC, he's gonna become a role model for generations اللي بعد. Basically, هو حيكون الرمز لنجاح السيستم اللي إحنا بنيناه. It will guide us to give us more opportunities and كون a source for graduating players. إذا الولد عنده potential عالي and he's been recognized here and there وهو وا لازم يأمنوا إنه perhaps إحنا what we're offering or our let's say 10-year plan لهذا الولد عمر 8 سنين for example today إنه نحاول نأمن له a full scholarship برا. You know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you! You're better than that! Very, very big thank you for Mr. Ghassan Nukul, Vice Chairman of Nukul Group, who really is behind like supporting those kids. Mr. Ahmed Zalatimo, Sharif Mohammed Lohema from Madrar Sports. They funded, they sponsored, they helped me deliver until you asked me to where I've reached today. Blow my whistle, baby. Let's begin. اسمي عمران، عمري 7 سنين وبلعب هجوم وبحب اعمل نفسي كتير. انا طلال طنطش وانا عمري 8 سنين وبلعب سترايكر. شكرا لعمان. رايحين معسكر في دبي ونتمنى نوصل بسلامة ويكون حلو. نتدرب كل يوم، نلعب مباريات، نسبح، نتسلى، وياريت تكون معسكر. أنا بتمنى إن المباريات يكونوا كويسة ونتعلم من أغلاط. خميس طالعين على دبي وإن شاء الله ننبسط، يكون معسكر منيح ونستفيد منه كتير. هدول مسافرين على دولة الإمارات بيوم 12/4 بعد يومين، وعنا رتبنا معسكر رح نلعب 3 مباريات. رح نلعب مع نادي الوصل الإماراتي ومع النادي الأهلي الإماراتي
ومع النادي الشباب الإماراتي. قدرنا نخلق هذا الخط بيننا وبينهم بتجربة خضناها قبل سنتين عن طريق مدرب في الإمارات، وبعد ما شافوا أدائنا وسلوكنا كفريق عندهم كسبنا إنه يعني يعطونا الفرصة دائما يستدعونا، وهذه أنا بالنسبة لي احتكاكات جدا قوية. الأندية بالإمارات عندها مدارس كروية على مستوى كتير عالي، بيستعينوا بمدربين من خبرة عالية مثل النادي الأهلي مثلا، عندهم فابيو كانافارو هو مدير الكرة، نادي الوصل زي ما بتسمعوا هلا دييغو مارادونا هو المدير الفني، فبرضه وعدونا انه الاولاد ان شاء الله تاخذ فرصه تصور مع نجم كبير زي مارادونا.